احنا من عائلة منسورة كما نعيش احسن عيشة ما ناقص علينا شيء. انا ربيت اولادي تربية كنت اعتقد انها احسن تربية وعلمتهم احسن تعليم، لكن في غفلة من الزمن وغفلة مني من امه انغسل دماغه وجلى افغانستان للجهاد. بعد ما علم طبعا هذه كانت لقطات من الفيلم الروائي الكويتي الطويل تورا بورا الذي يتناول أحداث 11 من سبتمبر من وجهة نظر المسلمين، وهو من بطولة الفنان سعد الفرج وأسمهان توفيق وخالد أمين وغيرهم. طبعا الفيلم وقع عليه الاختيار ليكون فيلم افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الخليج السينمائي الذي سينطلق اليوم، وكان الفيلم قد عرض للمرة الأولى في سوق مهرجان كان السينمائي ونال استحسان الجماهير. للمزيد ينضم إلينا هنا في الاستوديو مخرج الفيلم المخرج الكويتي وليد العوضي. صباح الخير. صباح النور، شكرا على هذا اللقاء. العفو. إذن وقع الاختيار ليكون يعني افتتاح مهرجان الخليج السينمائي، إذن نتحدث عن الفيلم، يعني الأحداث غزيرة كثيرة 11 سبتمبر، من أي الزوايا أنت تناولت الموضوع حتى لا يكون هناك تكرار؟ هو أنا ما تناولت سبتمبر 11، يعني يمكن صارت في شوية مغالطة ما أبداً في الإعلام. لا هذا الفيلم يتناول قصة أب وأم بعد أحداث أفغانستان. بعد أحداث أفغانستان اضطرتهم الظروف أن يبحثون عن ابنهم اللي ضم للجماعة الإرهابية في تورا بورا. فهي قصة روائية مبنية على عائلة كويتية شلون راح تطلع من الكويت لما باكستان لما بشاور تعبر الحدود بحث عن الابن. حلو، توضيح منيح. إذن إذا ما لوش علاقة بإحداث لا 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 بس صار في ما أدري ليش فيلم اللي قبله كان عن سبتمبر 11 اللي هو أحلام بلا نوم. يمكن صار في خلط. كلمة تورا بورا بحد ذاتها بتخليك تخلط. قالوا لي يخرع، يعني قالوا لي كثير إن الاسم يخرع يا وليد غيره. قلت لهم أنا أعتقد إن في دين جديد قاعد يطلع لنا. مو الدين الإسلامي ولا الأديان السماوية، دين الإرهاب. هذا دين جديد، لا رسوله لا كتابة لا توابعة قاعد ينشرونه. فأنا جيت في هذا العمل بطريقة إنسانية. على العموم هي معاناة مرت فيها يعني كثير من العوائل الخليجية اللي أولادهم راحوا لأفغانستان. بس إذا خليني أسألك عن الفيلم نفسه، أنت أكيد ما رحت صورت في تورا بورا وأفغانستان نفسها، وين صورت؟ صورنا بالكامل في المغرب في منطقة ورزازات في جنوب المغرب، وطبعا في عجالة. راح أذكر أن كان الفريق وايد عالمي معي. من مصورين لما ديكورات، النص كتبه رياض السيف بالتعاون طبعا، هي ستوري باي وليد العوضي. النجوم الفنان القدير سعد الفرج على رأس هذا، وفي خمس نجوم من المغرب، العرب الساسي وياسين أحجام وآخرين، وفي طبعا النجم الكويتي الشاب خالد أمين، وفي أسمهان توفيق، وفي قيس ناشف النجم الفلسطيني اللي عمل بطولة فيلم الجنة الآن. فكان في كم من النجوم. مدة العمل من بداية الفكرة للانتهاء 3 سنوات من عمري أنا حطيتها في هذا العمل. لكن اليوم سعيد، سعادتي أول شيء لأن أنا أحمل رسالة في هذا الفيلم. أول فيلم روائي طويل لي، مو جاي أقدم كوميدي ولا جاي أقدم لايت دراما، قاعد أقدم رسالة. لما عرضت الفيلم في الكويت لمدة 10 أسابيع في السينمات، أول مرة أحس أن فيلم روائي جاد يحمل قضية، يتناول الدين من ناحية إنسانية، في قبول غير يعني منقطع النظير. طيب فهذه تشجعني كمخرج في أول رواية. لما بتقول إنه أمضيت 3 سنوات من عمرك في يعني البحث وإنتاج وبالتالي إخراج هذا العمل إلى النور، 3 سنوات من عمرك، ليه بياخذ هذا الوقت الطويل؟ لأنه هو فيلم، الأفلام دائما في 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 نظر يعني في احنا نتكلم عنها كمنتجين ومخرجين بطريقه غير اهل التلفزيون. من وين تي الاختلاف ان احنا مش هوليوود، احنا ما عندنا الماكينه الانتاجيه. فانا كمنتج لازم اروح ابحث عن كل عناصر التمويل وعناصر اعداد هذا العمل وعناصر البحث من نجوم وغيرها. احنا يسموننا مخرجين افلام مستقلين
اندبندنت فيلم ميكرز. فالاندبندنت او المستقل ما عنده ماكينه هوليوود ولا يعني ماكينه بوليوود ولا حتى الماكينه المصريه. يعني اراضي السينما العربيه بالنسبه للعرب هي اراضي وعره كاراضي ترابوره. بالضبط بالضبط. بس اللي يختلف فيها ان ديننا في هذه الافلام جميل ودين ترابوره صعب. انا اقول ان شاء الله الله يبعدنا عن ترابوره، وما اتمنى ترابوره تجينا الخليج، لان ما يجمعنا شيء فيهم صراحه. يجمعنا الدين، وهم فهمهم للدين بالنسبه لي انا خاطئ. هم اختطفوا الدين بطريقه وقاموا يفسرونه بطريقه وما يمثلنا لاي صله. طب وليد يقال انه في مسلسل حيكون. اي نعم، هو هذا مشروع متكامل، وهذا جزء من الثلاث سنوات. انه هو فيلم، انا قدمت الفيلم وصورت معه مسلسل وخلصت من المونتاج، فان شاء الله بعد المهرجان وماخذ الفيلم ريد كاربت في كذا دوله عربيه، بعدها راح نعلن على المسلسل ان شاء الله. نتوقعه في رمضان. رمضان نتوقع. تبون تشترونه؟ هذه امور اداريه ما لنا دخل فيها. ان شاء الله راح نعلن عنه قريبا ان شاء الله. طب تحويله الى مسلسل قديش بيغير من يعني الحبكه المضمون؟ انا اعتقد ناخذها بهالطريقه، ان الفيلم قدمته وراح يكون قلب للمسلسل. ايوه النواة بالضبط بالضبط. شكرا. النواة راح استخدم النواة واعطيك الكوبي رايت. خلاص احنا جاهزين نسمعها ان شاء الله. فالمسلسل راح يكون فرشته غير، الاليمنت السب ثيم راح يكون كله مختلف. طيب كيف كانت رده الفعل الاجنبيه على الفيلم؟ انا اعتقد اذا عملنا اليوم جوجل تورا بورا فيلم او اي شيء يتعلق في العمل راح تشوفين كثير ما كتب عن العمل. يمكن العمل كان مثير شويه للجدل بين بعض الاراء اللي قالت لي ليش انت تتطرق للدين بهالشكل او لتورا بورا بهالشكل، ليش تتطرق للجهاد وخر عن موضوع الجهاد. وبين الراي الاخر اللي يقول دينكم دين تسامح، شوف الاسره هذه كيف عانت عشان تبحث عن ابنها. بالنهايه احنا نعمل افلام للناس. طيب. مش لنا. اي على العموم نحن نتمنى لك التوفيق في مشروعك هذا وفي مشاريعك الجايه ان شاء الله ومع المسلسل اكيد. كان معنا مخرج فيلم تورا بورا المخرج الكويتي وليد العوضي. شكرا لك. شكرا.